ديالي وهران ملك الشعب، ويليق لو ديس ان شاء الله يحطوا ويروحوا، باسكو هادو راهم في 23 سنه ما جابوش لا قبل المولوديه. الا عندهم كيما يقولك خوف الله، ولا عندهم هاد الناس اللي تبغي هاد المولوديه وما يحطوش لو ديس، ما يحطوش كاع سونز اكسبسيون، سونز اكسبسيون كاع لي زاكسيونير يحطوا ويروحوا، وعليهم دعوه الخير كيما يقول لك، ويخلوا الفريق للشركه الوطنيه وهي ديسيدي مع من تخدم. انا هذا نداء، وكيما يقول لك ما عندي مشكل حتى مع واحد. شيف وزاني واه مين يهضر على المولديه الناس تحط راسها، ماشي كاين اللي ما داروا والو ما لعبوا والو وراهم يديروا في الفتنه وحاسبين روحهم لاعبين قدامى وحاسبين المولوديه تاعه هو يدير اللي يبغي ويجيب اللي يبغي، باش ما يديرولاش انفيتاسيون وما يعرضوش للجمعيه العامه وهو الرئيس تاع الاداره السابقه. نظن باللي واش عطى للمولوديه واش عطى من صغره هو في المولوديه واش عطاها من الالقاب، نظن باللي ماشي حق عليه.